قد تضطر أحيانا إلى السكن في بعض الأماكن التي لا تثق فيها، مثل بعض الشقق أو بعض الفنادق الغير معروفة، أو كذلك أحيانا بيوت بعض الناس الذين لا تعرفهم تستأجرها عن طريق Airbnb وبعض المواقع التي تؤجر لك بيوت الناس. وأحيانا قد تكون في بعض هذه البيوت وبعض هذه الغرف كاميرات مخفية، فكيف تعرف إذا كان هناك كاميرا مخفية أو لا؟ وقد حصلت مئات القصص حول العالم لمثل هذه القضايا. هناك طرق جدا سهلة وبسيطة، سأشرح لكم طريقتين منها. الطريقة الأولى وهي عن طريق تطبيق اسمه Fink. هذا التطبيق يكشف لك جميع الأجهزة المرتبطة بالشبكة من ضمنها الكاميرات. فعلى سبيل المثال إذا قمت بفتح هذا التطبيق وقمت بتحديث الشبكة، طبعا لابد أنك تكون متصل بالوايرلس، حيعطيك جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة الآن. فإذا وجدت علامة الكاميرا في هذه الشبكة يعني أنه هناك كاميرا مرتبطة بهذه الشبكة الآن، حاول تبحث عنها خاصة إذا كانت موجودة في غرفتك. التطبيق مجاني وموجود في متجر الأندرويد والآيفون واسمه Fink. التطبيق الثاني هو تطبيق ديتكتر. هذا التطبيق يقوم بمساعدتك في معرفة أماكن الكاميرات المخفية عن طريق الكاميرا تبع الجوال. فبمجرد ما تفتح التطبيق ستظهر لك الكاميرا، تضغط على المكبر وستفتح العدسة أو الفلاش الخلفي ويقوم بتحديد الكاميرات. طبعا يفضل أن تقوم بإغلاق الإنارة في الغرفة لمعرفة الكاميرات بشكل أدق. الآن كاميرا جوالك ستتعرف على أماكن الكاميرات المخفية بشكل سهل جدا عن طريق التعرف على انعكاسات الفلاش في عدسات الكاميرات الأخرى، لأن لها انعكاس مميز تتعرف عليه أو يتعرف عليه التطبيق بشكل سهل ويعطيك عليه العلامة الحمراء. فإذا كان مثلا الكاميرا في مكان مظلم، فقط بإمكانك تسليط الكاميرا على المكان المظلم، وإذا ظهرت لك هذه العلامة الحمراء فيعني أن هناك قد يكون كاميرا، يجب عليك التأكد. طبعا تطبيق ديتكتر التطبيق الثاني ليس مجاني بشكل كامل، ولكن يتوفر بنسخة تجريبية مجانية، ويتوفر في الأندرويد عدد كبير من التطبيقات المشابهة التي ستساعدك في معرفة الكاميرات المخفية.